بعد يوم على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول، زار رئيس الوزراء التركي أحمد داوودوغلو صباح هذا الأربعاء المصابين في المستشفيات، كما وضع إكليلا من الزهور على موقع التفجير. أوغلو التقى بوزير الداخلية الألماني توماس ديميزر الذي حط الرحال بإسطنبول غدة الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 10 مواطنين ألمان. لا أرى أي سبب لتغيير خطط السفر إلى تركيا، وبطبيعة الحال تنبيهات السفر التي وضعتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية يجب التقيد بها، وذلك بعدم السفر إلى المناطق التي تعيش أزمات معينة. ووقف العديد من السياح والمواطنين الأتراك دقيقة صمت في حي السلطان أحمد التاريخي السياحي الذي يقع قرب كاتدرائية آيا صوفيا والمسجد الأزرق، ومن ضمنهم دافيد كيسلينغ سائح ألماني نجا من الاعتداء، ويقول: لقد كنت بالقرب من مكان الانفجار في آيا صوفيا، سمعنا دوي الانفجار وبقينا هناك لمدة ساعتين لأنه كان المكان الأكثر أمانا في الوقت الحالي. سأغادر يوم غد، وقبل ذلك عدت إلى مكان الانفجار لأقدم التعازي للشعب التركي لأننا استمتعنا كثيرا بعطلتنا هنا في تركيا، وشخصيا سأعود بدون شك إلى إسطنبول. ويضيف هذا السائح المصري: لقد كنت بعيدا عن مكان الحادث، ولكنها مشكلة كبيرة جدا، جميع الدول تعاني حاليا بسبب الإرهاب. اعتداء إسطنبول الإرهابي وجه ضربة جديدة قاسية للسياحة التركية التي تضررت أساسا في العام 2015، وخاصة بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف العاصمة أنقرة. مراسل يورونيوز في إسطنبول بورا بايراكتار يقول: ميدان سلطان أحمد يزوره آلاف السياح يوميا، اليوم لم يكن مختلفا، ولكن لسبب آخر أولئك الذين جاءوا اليوم كان هدفهم تكريم ضحايا الاعتداء الإرهابي بوضع زهور وكتابة رسائل تضامنية ضد الإرهاب.